للمصري، للاهلي وللايه وللزمالك. حلو كده، حلو كده. نقف هنا بقى، نقف هنا بقى، لان هنا هيبقى في موضوع، هنا هيبقى في موضوع. ايه الموضوع؟ اتحاد الكوره اجل ليه الماتشين؟ علشان الاعصار، مش عشان كورونا، لا مش عشان كورونا. تمام. طلع النهارده وزير الرياضه السيد الاستاذ المحترم الدكتور اشرف صبحي وقال لك ايه؟ قال لك لا نيه لتاجيل الدوري لاجل غير مسمى. مفيش نيه لتاجيل بطوله الدوري العام لاجل غير ايه؟ مسمى. يطلع رئيس نادي الزمالك ويطلب من وزير الرياضه تاجيل الدوري العام لاجل غير مسمى واعتراضه وتسجيل اعتراضه على استمرار المسابقه في الجو دوت اسوه بالدوريات الايه؟ بالدوريات الاخرى. يعني هو بيقول لك الدوري الالماني والدوري مش عارف الالماني والايطالي والاتحاد الاوروبي واللي 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 كل ده اجل. ما انا ما اجلش ليه؟ ما في كورونا برضه وفي ناس بتتصاب وفي 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 وفي. طبعا هنا الموضوع هيبقى مختلف. طبعا هنا الموضوع هيبقى ايه؟ هيبقى مختلف، لان انت النهارده ماشي نعمل لايك. قول للناس تعمل لايك يا كابتن. طيب اعملوا لايك يا جماعه. ده دودي الاهلاوي بتقول لي قول للناس تعمل. طب قول لهم انت بقى، عشان انا برضه فريق اعداد قال لي كده، قال لي طول ما انت شغال يا كابتن قول للناس الجمال اللي شغالين معاك يعملوا ايه؟ يعملوا لايك على الفيديو. احنا داخلين في 1000 واحد اهوت، 136 بس او 138 اهوت اللي عاملين. معرفش الناس دخلانة علينا ليه باللايك يعني. ماشي اوكي. فخلونا نقول ان هنا هتبقى في مشكله، ان رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك طلب من وزير الشباب والرياضه عدم استكمال بطوله الدوري، مش عدم استكمال، عدم استمرار. محمد حسن بيقول لي ده كسل. ماشي، الناس اللي مكسله تعمل لايك يا جماعه، شيل صباعك كده وحطه على اللايك كده وارجعه تاني. اقول له كده طب محمد حسن اصلا لازم نضحك. صباعك كده لايك وارجع تاني. ماشي ماشي اوكي. فالنهارده هنخش بقى في المنطقه ديت اليومين ثلاثه اللي جايين، يعني هتبقى هي دي القضيه اللي هتبقى شغاله على الساحه اليومين ثلاثه الجايين. طبعا مستر كارتيرون كان عامل حسابه ان هو هيلعب ماتش النادي المصري لما رجع من او لما جاله القرار بتاع لما جاله القرار بتاع تاجيل مباراه المصري، الدنيا كلها اتشقلبت جوه الايه؟ جوه الفرقه. هحكي لكم الشقلبه، شقلبه فنيه، مش 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 شقلبه حاجه تانية يعني اداريه ولا حاجه، لا شقلبه فنيه. يعني انا كنت عامل شغل معين فني، بعد كده قلبت الشغل دوت واصبح ايه؟ واصبح بيتعمل بشكل اخر على مستوى شغل فردي، هحكيه لكم بالتفصيل. بس ناخد بعض الحاجات المهمه جدا في في في, في الاطار اللي هو ده، زائد ان شيء بالشيء يذكر بقى ان رئيس الجمعيه العموميه اضاف مستندات جديده في الدفوع بتاعته لمباراه النادي الاهلي والزمالك اللي نادي الزمالك ما راحش او انسحب منها يوم برضو المطره اللي حصلت. وقال لك اهو اتحاد الكره المصري بيأجل ماتش انبي، واتحاد الكره المصري بيأجل ماتش المصري، واتحاد الكره المصري بيأجل ماتش الاتحاد لظروف ايه؟ لظروف الامطار، لظروف الامطار. وانا هنا بختلف معاه، وانا هنا بختلف معاه، بختلف معاه في ايه؟ بختلف معاه لان لا انسى، يتعاد فين؟ يتعاد فين؟ كان يتعاد ماتش المقص. انسى انسى اللي بيسالني بيقول لي ماتش الاهلي والزمالك ده يتعاد، انسى. يعني ايه انسى؟ الناس بتقول لي حاجه كويسه بيعملها لصالحنا، ماشي. حاجه انهوا فيهم الدوري ولا موضوع النادي الاهلي؟ موضوع النادي الاهلي لا، لان القضيه خسرانه. ليه خسرانه؟ لان الاهلي راح والحكام راح، فده ما كانش ظرف قهري.
انما تاجيل الماتشات ديت او تاجيل الدراسه او اعاده الناس في بيوتها دي، في قرار جاي من الدوله، في هنا قرار جاي احمد حامد، احمد حامد ده هنا في قرار جاي من الدوله، في قرار جاي منين؟ من الدوله كلها، ان الدوله كلها هولد اون لان في ظرف قهري. هو عاوز يربط الظرف القهري ده بالظرف القهري بالناحيه هناك، ماتش مباراه الاهلي والزمالك بتبقى ظرف قهري برضه، هيترد عليه لا. ليه لا؟ لان عندك في اتنين راحوا، النادي الاهلي راح والحكام راحت، ودول حكام اجانب، واتكتب الكلام دوت فين؟ في التقرير، فمش هتعرف توظفها لان هي ظرف ايه؟ قهري. وبالتالي ده كان خطأ، وخطأ كبير اتعمل، ما ينفعش ان احنا نطبله، وما ينفعش ان احنا نداري عليه، وما ينفعش يبقى عامل حاجه غلط ونقول له لا ماشي كويس برافو عليك انت بتجيب لنا، لا بتجيب لنا حقنا فين؟ جيب لنا حقنا، ما كانش عمل المشكله ديت من اساسه، ما كانتش المشكله ديت اتعملت منين؟ من اساسه، ما عرفش يدير الملف ده. في ملفات تانية ادارها كويسه طلعنا قلنا اتكلمنا عليها، انما الملف ده ما عرفش يديره، فما ينفعش النهارده اطلع اقول له لا برافو عليك انت بتجيب لنا يا حبيبي، لا برافو عليك ولا بيجيب لنا ايه حقيقة. كان جاب في ماتش الايه، كان جاب الحق في ماتش المقص. وانا زي ما انا بقول لكم كده، الفتره اللي جايه ديت هتبقى بقى الكلام واللت والعجن والرغي في ايه، الدوري يستكمل ولا مش يستكمل، وانا بقول لكم هيستكمل، وانا بقول لكم ايه، جعجعه وخلاص يا عماد، جعجعه وخلاص، او جعجعه وركوب ترند وشو خلاص. قال لي الجو كان كويس جدا في اسكندريه، احمد حامد بيقول لي عندك حق عندك حق. بالظبط كده، ما هو هنا الفيصل، هنا الفيصل، لازم تبقى واعي، لازم تبقى واعي امتى تقف وتساند، تقف وتساند في الحق وفي الصح وتكمل فيه، انما الغلط لا، وما يتنسيش، ما توقفش في الغلط ابدا ابدا. من اجمالي بقى كمان عندنا بقى كمان ايه، اشرف بن شرقي جاله عرض مهم جدا من طرابزون التركي في سبيل الانضمام اليه، وطبعا نادي الزمالك رفض رفضا قاطعا بات. اهي دي بقى الحاجه الكويسه بقى اللي احنا نتكلم عليها، منه ان هو بيرفض رفض قاطع بات ان اشرف بن شرقي يمشي من نادي الزمالك، ده هو ده كلام محترم جدا، وده موقف محترم، ده يتوقف معاه فيه. نفس الكلام هيبقى الفرجاني ساسي، يتوقف معاه، هو ده الشغل الصح اللي يتوقف معاه في قرار محترم بنسبه 100%، لازم يتوقف معاه، لازم يتوقف معاه، انما القرارات الغلط لا ما يتوقفش ايه معاه، انما يصوب ويتقال له على الصح فين وبصوت عالي دون ايه؟ رهبه ولا دون حسابات. دي شغلانتنا، او شغلانه الاعلام المحترم اللي بيقدم حاجه مفيده للناس وللكيانات، لازم يبقى كده. ده وجهه نظر انا الايه؟ الشخصيه، شاء من شاء وابى من ابى. مستر كاتيرون اهو ده برضه من ضمن الحاجات الكويسه اللي بيعملها، هيزود عقده ل 130 الف دولار في الشهر بعد سلسله النجاحات اللي اتعملت، بعد سلسله النجاحات اللي اتعملت سواء بالبطولتين اللي اتاخدوا، وهو دوت اللي مستند عليه رئيس الجمعيه العموميه في ان هو بيضغط على وزير الرياضه في انه عدم استمرار الدوري الموسم ده، او عدم استمرار الدوري في المرحله ده. قال لك انا خدت خلاص بطولتين وطلعت بيهم، سوبر افريقي وسوبر محلي، اعمل بقى اي غلوشه في الموسم ده. التفكير ده الايه؟ ده التفكير، ودوت اللي هيبقى ايه؟ الاتجاه. رسميا ليفربول بيقرر ايقاف النشاط بعد ما الاتحاد الانجليزي، قلت لحضراتكم ان هو خد قرار بتاجيل مسابقه البريمير ليج او الدوري الانجليزي الممتاز للثالث من ابريل القادم، طبعا تخوفا تحسبا درءا لكورونا واللي عامله كورونا في اوروبا كلها. فبالتالي ليفربول بياخد القرار دوت. ليفربول كان عنده ماتش يوم الاثنين اللي جاي مع ايفرتون، فبالتالي مش هيلعبوا. ليفربول هو المتصدر لبطوله الدوري الموسم دوت بفرق 25 نقطه عن
صاحب المركز الثاني اللي هو مانشستر سيتي اللي هو بطل الدوري النسختين الماضيتين، ولو مباراة مؤجلة مانشستر سيتي مع الأرسنال، يعني حتى لو كسبها يبقى الفرق ما بينه وما بين ليفربول 22 مباراة، وليفربول خلاص قاب قوسين أو أدنى من التتويج الموسم دوت ببطولة الدوري الممتاز أو البريمير ليج بعد فترة غياب طويلة، هو طويلة جدا جدا جدا.